السلام عليكم ورحمة الله. طلاب صف الثاني المتوسط متوسطة الأكنان الأهلية البنين. درسنا اليوم هو Unit 6 Lesson 2 which is page 63. The topic of the lesson is two jobs بمعنى وظيفتين أو عملين. لاحظ اللي طالب منك بالبداية read the two paragraphs اقرأ كلا القطعتين. Find the words in the blue box جد كلمات في المربع أو الصندوق الأزرق and match them to the meanings ووصلهم لمعانيهم يعني هنا عندي words and its definitions تعريف أوكي نطلعها طبعا ونوصلهم بعد ما نقرأ القطعتين ونفهم المعنى لاحظ هنا دكتور سلوى works in a hospital الطبيبة سلوى ودكتورة سلوى تعمل في مستشفى She takes care of sick people. تعتني بالمرضى. And makes them better. وتجعلهم في حال أفضل. She is very hard working. إنها جدا مجتهدة. She usually works 8 hours a day. عادة ما تعمل 8 ساعات في اليوم. لاحظ هذا كله بزمن present simple. Present simple sorry. عندي singular subject preceded أو sorry followed by verb with that singular عندي هنا usually which is one of the adverbs of frequency that distinguish the present simple sentence singular subject verb with that singular but she sometimes has to work 12 hours لكنها بعض الأحيان أيضا it's an adverb of frequency يجب عليها أن تعمل لمدة 11 ساعة at school في المدرسة she was very clever كانت جدا ذكية يعني بدأ يتحدث بالماضي من أنه هي كانت في المدرسة and good in all subjects وجيدة في جميع المواد after school بعد المدرسة She went to university. ذهبت للجامعة. طبعا هسه هي طبيبة. وصف عملها. وصفها كشخصية كطبيبة. وبدأ يتحدث عنها من كانت طالبة في المدرسة وبعد ذلك في الجامعة. She had to study for 6 years. كان يجب عليها أن تدرس لمدة 6 سنوات. هنا هذه هي ماضي have وماضي has أيضا. ف She, the present simple, has to. لكن يتكلم هنا من أنه كانت طالبة في الكلية أو في الجامعة. فهاد. She likes being a doctor. تحب أن تكون طبيبة. Because in this job she can help people. لأنها في هذا العمل تستطيع مساعدة الناس. The second paragraph about Hanan. Hanan is an office manager. She answers phone calls and she sends and receives emails on a computer. Hanan هي مديرة مكتب أو موظفة في مكتب تجيب على المكالمات الهاتفية وترسل أوكي وتستلم الإيميلات البريد الإيميلات على الكمبيوتر أو من خلال الكمبيوتر. She usually works every day from 8 a.m. to 2 p.m. هي عادة ما تعمل كل يوم طبعا هنا every دلالة present simple والusually أيضا من دلالات present simple usually طبعا اللي هي one of the adverbs of frequency تعمل من الساعة 8 صباحا إلى 2 ظهرا but she sometimes has to work in the afternoon لكن بعض الأحيان يجب عليها لاحظ هنا أن has to معناها يجب أن تعمل في المساء أو بعد الظهر sometimes she has to go to different countries ملاحظة مهمة طبعا sometimes ممكن تأتي بعد الفاعل حالها حال جماعتها اللي هم ظروف التكرار أو في بداية الجملة لاحظ هنا begins with capital letter okay يعني
preceded the subject, تسبق لي subject الفاعل. ف sometimes هي الوحيدة بيهم ممكن تجيني في بداية الجملة أو بعد الفاعل. بعض الأحيان يجب عليها أن تذهب لمختلف البلدان طبعا حسب طبيعة العمل. Her best subjects at school were mathematics and English. موادها المفضلة في المدرسة كانت الرياضيات واللغة الإنجليزية. هنا الماثماتيكس مو جمع، لا هو اسم بس ينتهي بس بالحرف S، ومثل أيضا عندنا لينغويستيكس تنتهي بحرف الاس بس هي مو جمع. بعض الأمراض أيضا مثل السكيبيز أيضا تنتهي بالحرف S بس هي مو جمع. السكيبيز هو طبعا مرض الجرب. After school بعد المدرسة she went to college to study business administration. ذهبت للكلية لتدرس إدارة الأعمال. She had to study for 4 years. كان يجب عليها، لاحظ هنا بدي أتحدث بزمن الماضي، كان يجب عليها أن تدرس لمدة 4 سنوات. She enjoys her job، مستمتعة بعملها. Because she meets a lot of different people، لأنها تلتقي بالكثير من المختلف الناس. She also enjoys traveling، وأيضا تستمتع بالسفر. هسه نجي نحل هاي الديفينيشنز أو نوصل بين الكلمات وتعرفها. Hard working معناها مجتهدة. هل هي things you learn at school، أشياء تتعلمها في المدرسة، أو places to study أماكن للدراسة، أو the opposite of lazy عكس كلمة أو الصفة lazy. إذن one جوابها الصح هو C، فنكتب يا إما الهاد working C أو هنا نكتب one. University or college، is it A things you learn at school or B places to study أماكن للدراسة في 2. Free to study لتدرس، is it A things you learn at school or D to spend time learning about something or E cook to learn and understand. فهنا to study its correct definition is D، okay to spend time learning about something، تقضي وقتا تتعلم عن شيء ما اللي هو number 3. Subjects المواد، its correct definition is things you learn at school، أشياء تتعلمها في المدرسة، إذن number 4. و 5 clever ذكي أو شاطر، quick to learn and understand بسرعة أن تتعلم وتفهم اللي هو 5. هسه راح أوضح unit 6 lesson 5 which is page 66. طبعا school time table، time table هنا جدول المواعيد أوكي المدرسة، يعني جدول الحصص. This is a time table for students at school in England، هذا جدول حصص للطلاب في مدرسة في إنجلترا. How is it different from yours، كيف هو يختلف عن جدول حصص في مدرستك؟ لاحظ time table second intermediate للصف الثاني متوسط. طبعا in England the week begins with Monday not with Sunday just like us. الأسبوع مالتهم أو يومهم يبدأ بيوم الاثنين مو يوم الأحد. ف Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Okay, so the weekend is Saturday and Sunday. يعني عندهم يوم الجمعة دوام، لكن عطلة الأسبوع عندهم يوم السبت والأحد طبعا في جميع الدول الأوروبية وجميع دول الغرب. At Monday, in Monday, on Monday, 8:30. يعني at 8:30. في الساعة 8:30 okay English on Monday and on Tuesday history and on Wednesday maths and on Thursday RE. الـ RE هو religious
education التعليم الديني يعني شوف يا ديانة عندهم يدرسوها Friday history هسه راح نجي على يوم الماندي ككل at 8:30 English and I at 9:15 يعني بالتسعة وربع they have maths at 10 they have break يعني فرصة أو استراحة الساعة بالعشرة 10:15 بالعشرة وربع they have geography 11 o'clock الساعة الحادية عشر PE PE هو physical education التعليم الجسدي أو التعليم الجسدي أو الفيزياء يعني الرياضة عندهم at 11:45 are a religious education 12:30 at 12:30 they have lunch وجبة الغداء 1:45 ساعة الواحدة وخمسة وأربعون يعني بالثنتين إلا ربع they have art اوكي يعني من الوحدة من الثنتين الى الربع لحد الثاني عشر والنصف عندهم درس الفنية 3 at 3:15 and off day يعني دوامهم يبدأ بثمانية ونص وينتهي بثلاثة وربع اوكي بيوم الاثنين اما اليوم التوزدي عفوا الثلاثاء history science اول درسين After the break, they have music, English, and maths. After the lunch time, they have French and geography. يعني درسين مو درس واحد مثل الاثنين والأربعاء والجمعة. يعني أكو اختلاف بين نمط أو في نمط دروسهم من يوم ليوم. يعني بين يوم ويوم. اليوم الأول اللي لاحظ اللي هو الماندي عندهم. درسين خمسة ستة لكن يعني ست دروس لكن في يوم الثلاثاء اثنين خمسة سبعة عندهم سبع دروس نفس الشيء بيوم الأربعاء يرجع أو خلينا نشوف بيوم الأربعاء كم درس عندهم درسين أربعة خمسة خمس دروس يوم الخميس اثنين خمسة ستة اللي هو نفس يوم الاثنين أما في يوم الجمعة اثنين خمسة سبعة سبع دروس يعني جدولهم متفاوت في عدد الحصص مو ثابت مثل ما بالعراق هاي الابريفيشنز مهمة جدا IT Information Technology أوكي الماتس ماثماتيكس PE Physical Education A religious education. The information technology, technology, طبعاً أو المعلوماتية يعني عندهم درس يخص التكنولوجيا مثل ما إحنا عندنا درس يخص الكمبيوتر الحاسوب.